من final exam جان 2022 problem 8 a motor rotates a wheel with a uniform angular velocity omega naught through n revolutions in 5 seconds. When the motor is switched off, the wheel rotates with constant angular acceleration alpha equals negative 8.4 rad per second square and comes to rest after 6 seconds. Find the number of revolutions in during the uniform rotation period. يعني الأول عندنا أوميجا نوت ثابتة ضرب بها N revolutions. بدءا من هذه الأوميجا نوت توقف فالأوميجا فاينل بزيرو بألفا جيفن وتايم جيفن، نقدر نحسب الأوميجا نوت ومن الأوميجا نوت ممكن نحسب الـ N. يبقى الأوميجا فاينل بتساوي الأوميجا نوت بلس الألفا في التي. عندنا كل شيء إلا الأوميجا نوت. الأوميجا فاينل أو الفاينل أوميجا إيكوالز زيرو نتوقف، الأوميجا نوت مطلوبة، الألفا نيجاتيف 8.4 والتايم 6 سكندز. إذن الأوميجا نوت 8.4 تايمز 6 اداني 50.4 راد بير سكند. الاوميجا نوت دي ضرب بيها لمدة 5 سكندز وطالب الدلتا ثيتا. عارفين الدلتا ثيتا بتساوي الاوميجا نوت في تي بلس هاف الفا تي سكوير، ولكن قال لي يونيفورم انجولار فيلوسيتي الالفا ايكوالز زيرو في الحالة الاولى قبل ما يعمل switching off. إذن الدلتا ثيتا هتساوي 50.4 times 5، ده هيساوي 252، ولكن ده radians وعايز revolutions. أقسم 252 تقسيم 2 by هيساوي، او نكتب جنبها ريف، يعني هيساوي اقسم على 2 باي اداني 40.1 ريفوليوشنز. يبقى استخدمنا الفترة اللي توقف فيها، ابتدى من اوميجا نوت وتوقف باوميجا زيرو بالفا جيفن اللي هي نيجاتيف 8.4 خلال 6 seconds عشان نحسب الأوميجا نوت. رجعنا بالأوميجا نوت وحسبنا الدلتا ثيتا باعتبار ان الألفا في المرحلة الأولى كانت بزيرو، طلعت بالريديانز قسمناها على 2 باي عشان نحسبها بالريفوليوشنز.